هدف عينه ما غاداش ادي انا غنديرها ليه هو شي السلام عليكم الخوت وتحياتي لكم. اليوم غادي نتعيشوا معنا كيفاش كنداويو اخطر مرض ديال الخيول اللي كيرد من عود ملكي. العود مسكين ما قادرش يزيد بحال هاد العود اللي كتشوفوا. ودابا ما عليكم الا تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر واعطيونا رايكم واش هاد العود تبدلات الحاله ديالو ولا كيتمشى شويه مزيان او لا. واخر الكلام الله يدير الخير الخوت. اول كالي غادي تبين لكم لا فوربور مزيان هي هادي. هاد لا فوربور سي تا مالادي ديال تروازيام فالونج, اي هاد المرض هذا واحد المرض ديال واحد العظم كيكون في الرجل. العود ديما شوفوا الحفر ديالو كيفاش ولا. هاد المرض هذا كيكون من الماكله والنعاس, قلت الخدمه. هاد العود هذا راه كان حتى ولا بخير وجاو شي ناس قالوا لهاد الناس راه حنا كنعرفوا داكشي, تاقوا فيهم عطاهم العود تكرفصوا عليه, ولكن ان شاء الله ان شاء الله غيولي بخير. هانتوما انا نشرح لكم مزيان دون هانتوما شوفوا هنايا. انت حاول ايوب تشد العود كامل, شوفوا بلاتي تطلق, شوفوا ملي غنقيس ليه هنايا شوفوا رده الفعل ديال العود كيفاش. دابا هذا هو تروازيام فالونج, هنا راه تقب وخرج وجا واحد السمار باش يغطي تروازيام فالونج بلوكي باش ما يديرش الباسكيلاسيون, جا هو قطع ليه هادشي وخلاه دار. انت شو ايوب انا غادي نقيسو شوف رده الفعل ديال العود. شو انا غادي نشوف هادي الا درتها البلاد في عينه ما غاداش ادي انا غنديرها ليه هو شي الا حطيت لك صبعي على عينك ما غاديش اديك. اذا هاد المرض هذا راه اكثر من اللي حطيتي شي واحد صبعك على عينه. الله يدير الخير. انا كنقادو الصفحه على حساب الرجل ديال العود باش نعاونوه نبلوكيو ليه التروازيام فالونج. الله يدير الخير. ماشي بحال قبيل. من هنا الغدا ان شاء الله راه غيولي بخير, من هنا الغدا غيولي احسن ان شاء الله. الله يشافيك. اول خوت ولله الحمد من بعد دات شي 5 ايام دابا حنا جينا باش ندقوا ليه الدواء ديالو. غادي ندقوا ليه الدواء, ولكن قبل ما ندقوا ليه الدواء شوفوا التصويره ديال هذا العود كيفاش كان. تبارك الله هذا راه غير العنق ديالو كان فيه العود تبارك الله, ولكن بسبب العين والمرض شو مسكين كيفاش ولا. اي واحد كيكون صحته مهدد المرض مهدد اي حاجه, فلهذا كنقولوا الله يشافي الجميع. هادشي اللي نقولوا الله يشافي اي واحد مريض والله يدير الخير. غندقوا ليه البلا ديالو غادي نعاودوا نمشيو باش نشوفوا الحاله ديالو واش تحسنات اولا باقا كيف كانت والله يدير الخير. انتوما الخوت ولله الحمد, واش كاين شي تطور ولا لا؟ اجي 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 وماشي صحيتي غتهرب علينا. هانتوما دابا غادي نديرو لا كومباريزون, غنديرو الفرق بين كيف كان وكيف ولا ولله الحمد. سير اخويا عثمان سير خلعو خلعو باش يمشي. زيد الله يبارك الله يبارك ولله الحمد تبارك الله. ولا باغي يجري الله يبارك الله يبارك. وانتوما دابا في لي كومونتير غادي تقولوا لينا واش كاين الفرق ولا لا, والله يدير الخير ولله الحمد. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم, وغنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون نال الاعجاب ديالكم والله يدير الخير.